حلقة جديدة من منشط أحمر معكم دينا القصوص. لنبدأ بالعناوين. أعوام طويلة من الدراسة تنتهي ببطالة ووعود من غير تنفيذ. حملة الشهادات العليا يجددون مطالبهم بالتعيين وتوفير فرص العمل. 40% من سكان العراق يعانون البطالة. الحكومة أمام اختبار صعب في أزمتها المالية. توفير فرص عمل أم تقليص جيوش الموظفين؟ أمين عام مجلس التعاون الخليجي يبحث في بغداد مشروع الربط الكهربائي، أكبر مشروع استراتيجي بين العراق والخليج. في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، تتوسع طوابير العاطلين عن العمل وترتفع نسب البطالة التي بلغت نحو 40% معظمهم من الخريجين. حملة الشهادات العليا الذين يمثلون الشرارة الأولى التي أشعلت احتجاجات تشرين جددوا تظاهراتهم للمطالبة بشمولهم في التعيين وسط تجاهل حكومي لتلك المطالب. نتابع التقرير. منهم انطلقت الشرارة الأولى لانتفاضة تشرين. حملة الشهادات العليا في العراق يعودون إلى الشارع مجددا للمطالبة بحقوقهم في التعيين. مع المعتصمين. جاءت هذه الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات مالية غير مسبوقة تكاد تعجز معها عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين فضلا عن تنفيذ وعودها بتشغيل العاطلين عن العمل، لا سيما من خريجي الجامعات وحملة الشهادات والذين كانوا قد شاركوا بكثافة في الانتفاضة الشعبية التي شهدها العراق في أكتوبر 2019 واستمرت بعد ذلك لعدة أشهر. وتعكس احتجاجات الخريجين مدى هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تواجهه شرائح كثيرة في المجتمع، وهو وضع ناتج عن تراكمات سنوات طويلة من الفساد وهدر موارد الدولة وحالة التوقف شبه التام للتنمية. إذا لمناقشة هذا الموضوع سينضم إلينا أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية دكتور فاضل البدراني، ومدير إعلام جامعة بغداد دكتور عادل الغريري، وأيضا عضو لجنة التعليم النيابية السيدة إيناس المقصوصي عبر الهاتف. لنبدأ معك دكتور فاضل، أهلا بك معنا. أنت أكاديمي وجزء من شريحة الشهادات العليا أيضا، هل تعتقد أن الحكومة قادرة على استيعاب موظفين جدد في ظل أزمتها المالية الحالية؟ الحكومة لم تعد قادرة، بدليل أنه حتى المجموعة الطبية التي كانت بالسنوات السابقة يتم تعيينهم ومنهم كليات الطب والطب الأسنان والصيدلة، هذه السنة الماضية وهذه السنة لم يتم تعيين هذه المجموعة الطبية، واعتبارا باعتقادي من هذه السنة حتى المجموعة الطبية الطب العام لم يتم تعيينها، لذلك راح يكون هنالك عزوف تام. إذا تلاحظين حضرتك بالسنوات الماضية لأن وجود تعيين مركزي بالنسبة للمجموعة الطبية، شوف الدرجات والتنافس عالي جدا على هذه المقاعد بالحصول عليها.
البقية التخصصات الأخرى أصبحت يعني غير منشودة عنها، وحتى الطالب عندما يدخلها بدون رغبة، بدليل يعني أيام زمان بالثمانينات مثلا الإعلام كانت معدل 80 وفوق يلا ينقبل، لكن الآن يعني في كلية الإعلام معدلات أقل، وفي الإدارة والاقتصاد وفي التخصصات الأخرى، لأنه ما موجود تعيين مركزي، لذلك أصبح عزوف. حتى الطالب عندما نتحدث معه بالمحاضرة إجابته تكون فيها معبرة عن اليأس والإحباط. فباعتقادي عملية هذا الإجراء الحكومي هو قتل للثروة البشرية، للتطور، للنمو البشري. لذلك أصبحنا الآن في العراق نحتاج أو افتقدنا إلى الطبقة الوسطى. يعني حضرتك لو تشوفين الآن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة نشوف بس كبار السن موجودين في الوظائف يعني بشكل عام، إلا القليل جدا ممن هم أصحاب الواسطات من أقرباء المسؤولين ممكن أن يحصلون على فرصة تعيين، لكن هذه لا تعد إلا قطرة في بحر. الطبقة الوسطى في العراق انتهت، وأصبحنا بين طبقة قديمة وطبقة جديدة تبحث عن فرصة عمل غير موجودة. هذه خسرتها مؤسسات الدولة. قبل أن يخسر الشاب أو خريج الجامعة يعني من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتورة، تخيلي بلد مثل العراق الآن حملة الشهادات العليا موجودين بدون تعيينات. أكو مشكلة يعني أحب يعني أطرحها وأتمنى المعنيين ينتبهون إليها. في كل بلدان العالم عندما تكون هنالك بطالة واسعة الشباب بدل ما يلجؤون إلى تنمية مواهبهم وخبراتهم يلجؤون إلى الدراسات العليا. فأصبحنا بتكدس. دكتور فاضل، سنناقش معك خلال هذه الحلقة موضوع البطالة، لأن البطالة والفقر وأيضا حملة الشهادات العليا في العراق والخريجين هم في ازدياد دون وجود عمل لهم في العراق. سأنتقل بسؤالي لك دكتورة إيناس. دكتورة إيناس، ما مصير هذه الشريحة المهمة من المجتمع؟ لماذا تطلق الحكومة وعودا لهم بالتعيين وتلزم نفسها بتلك الوعود وهي غير قادرة على الإيفاء بها في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العراق؟ نعم، سؤال جيد ومهم. يعني حضرتك اقترحتي الحكومة، بالمناسبة تعقيبا على كلام السيد الدكتور، حاليا لدينا هو انطلق من البطالة، والكل يدرك ان هنالك يعني شبه تعليمات تنص ان تكون فرصة عمل بالنسبة حملة الشهادات العليا بدراسات النسائية. لكن اللطيف بالموضوع ان بعض رؤساء الاقسام وبعض امداء الكليات يجعل من نفس الاستاذ في الدراسة الصباحية يمنح المحاضرات في الدراسة، فبالتالي الموضوع يكون يعني محدد فقط في كم معين ومحدود من الأساتذة. يعني يبلشون بالمحاضرات في الدراسات الصباحية وأيضا بالدراسات المسائية. فالموضوع في بعض الأحيان يتحدد ويعتمد على إدارة رئيس القسم أو بعض أمداء الكليات، فهنا تظهر أيضا المحسوبية والمنشوبية القريب على رئيس القسم أو سيد العميد أو رئيس الجامعة أو المعاون المساعد الإداري، يمنحون لبعض حملة الشهادات العليا في التدريس في الدراسات المسائية. لو كانت هنالك إرادة يعني صحيحة أو تخطيط منهج صحيح، لكان هنالك استيعاب بالنسبة لأولادنا اللي هم حملة الشهادات العليا. هذا جزء من يعني من المسؤولية، يعني لا ليس فقط تتحدد في الحكومة أو السلطة التشريعية، لا، هنالك تعليمات واضحة وصريحة كان المفروض من عمداء الكليات النظر إلى هذه النقطة بالتحديد. يعني أنا هسه تقريبا هنالك بعض الطلاب من حملة الشهادات العليا يقولوا لي دكتورة القسم الفلاني أو الكلية الفلانية المعنية بهذا الشيء تمنح أو تعطي فقط الدراسة الصباحية والمسائية لشخص واحد هو أستاذ، وهذا الأستاذ نفسه يدرس دراسة صباحية ومسائية ودراسات عليا وإلى آخره. إذن هنا يعني رح يكون طبعا رح يكون الزياد بالنسبة لحملة الشهادات العليا،
هناك عدد محدد من الأساتذة الذين هم يكونون في يعني اعطاء مثل هذه الحصص الدراسية او المحاضرات. هذا جزء ليس فقط يعني الحكومة او السلطة التشريعية. ايضا جزء اخر هو يتحدد ب يعني الخريجين بين ما يخص المخرجات. الو نعم نعم دكتورة إيناس نعم نحن معك تفضلي. نعم السنوات السابقة يعني كانت هناك استحداث بعدة كليات وجامعات لكن لم تكن بصورة صحيحة كيف يكون هناك التنسيق مع وزارة التخطيط وأيضا مع مخرجات أو حاجة السوق يعني مخرجات وزارة التعليم العالي الحكومي والأهلي مع وزارة التخطيط حتى أن تكون هنالك سد انسيابية معينة وأيضا استراتيجية واضحة ليس تكون هناك زيادة في الكمية ونقصان في النوعية وأن نتفق مع السيد الدكتور نعم. أن هنالك نقصان في الكوادر الوسطية ليش لأن هنالك لم تكن هناك أيضا يعني التخطيط كان في مفاصل يعني الدولة كانت وزارة التعليم العالي أو حتى وزارة التخطيط لم تكن يعني مثبتة بالأرقام واحتياجات السوق من الكوادر الوسطية واحتياجات السوق من مخرجات الكليات فمما أدى إلى طيلة هاي السنوات إلا حدثت هنالك زيادة كمية في بعض مخرجات الكليات والأقسام وهنالك نقص في بعض الكوادر الوسطية إلى جانب أكو هناك مشكلة رئيسية ومهمة إن هناك استحداث بعض الأقسام شوي وأيضا الكليات لكن لو ترجعين ليس لديهم توصيف وظيفي مثلا الثانية كلش اقتصاديات النفط والغاز هذا قسم موجود في كلية الإدارة الاقتصاد لكن عندما نذهب إلى التوصيف الوظيفي لا التوصيف الوظيفي لا المحاسبة والإدارة بحيث يكون الطالب يخلوه يعني يحصل على تعيين في توصيف وظيفي مثل محاسبة أو يعني في المناطق المحددة لهذا الشيء وأيضا ليس يكون هناك يمنح له فرصة عمل في الشركات النفطية فأني كيف أنا أمنح استحداث إلى كلية أو قسم ولا يوجد لها توصيف وظيفي أو الدراسات الشرفية وإلى آخره وأكثر من قسم مخرجات من الأقسام أو الكليات ليس لديها توصيف وظيفي. هذه ما نتحدثت يعني سنة أو سنتين لا هاي المشكلة أو الأزمة أدت سنوات لكن ظهرت نتائجها حاليا هنالك نتائجها زيادة في الأقسام. وصلت الفكرة يعني دكتورة إيناس سنناقش أكثر معك خلال هذه الحلقة سأنتقل بسؤالي لك دكتور عادل من بعد الترحيب بك كيف ترد على دكتورة إيناس يعني هي ألقت اللوم عليكم على الأقسام والمدراء والعمداء في الجامعات في عدم وجود توصيف وظيفي غياب التخطيط وهي تقول أن على الجامعات تقليص القبولات خصوصا المسائية منها. بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفيك العزيزين دكتور فاضل صديقي وزميلي وللدكتورة العزيزة صراحة أنا أسجل اعتراضي على ما تفضلت به السيدة العزيزة الدكتورة. أولا الخطة يعني يمكن هي على اطلاع بالتعليم العالي وبخطط الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي وفي الجامعات احنا لدينا خطة دراسية تقدم كل سنة وفق احتياجات والطاقة الاستيعابية للكلية ولكن الضيم يأتي من خلال تدخل الكتل السياسية والأحزاب بالضغط على وزارة التعليم العالي بالتوسعة. هذا العام شهدنا توسعة في الدراسات العليا خيالية انفجارية يعني تم توسعة أولية وتوسعة ثانية والآن أكو توسعة في الطريق في التعليم العالي كتاب موجه وموجود يمكن في مواقع التواصل الاجتماعي موجه من لجنة التربية من لجنة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي. هذا الموضوع عندما نتكلم ونقول بأنه الخطأ موجود في الجامعات ووزارة التعليم العالي أبدا هذا غير صحيح ولا اللوم على وزارة التخطيط. اصلا لا توجد خطه في وزاره التخطيط مع وزاره التعليم العالي وهذا شيء يعني غير موجود في اداره الدوله العراقيه بعد عام 2003 كنا هناك مقاعد نحن محددين بمقاعد دراسيه وفق الطالب مقابل الاستاذ الجامعي حتى في الدراسات الاوليه. هذا العام المخرجات التي جاءت من وزاره التربيه اصلا لا يمكن استيعابها نهائيا. جامعه بغداد مثلا كنا نستوعب ما يقارب 11,000 طالب وطالبة في الدراسات الأولية في المرحلة الأولى. هذا العام ماذا استقبلنا؟ استقبلنا أكثر من 18,000 طالب وطالبة فضلا عن الموازي
الذي جاء هذا القبول الآخر، فضلا عن قنوات أخرى، قنوات الشهداء وقنوات السجناء. هذا كله من عندما يكون وفق سياسة غير مخطط إلها، فضلا عن تدخل السياسة في جانب التعليم، بالتأكيد سيكون هناك كم هائل من الخريجين في الدراسات العليا وفي الدراسات الأولية. والدليل على ذلك اليوم المظاهرات اللي موجودة في مناطق العراق في أمام منطقة الخضراء، يطالبون بالتعيين الدراسات الأولية. أما من خلال ما تقوله السيدة العزيزة من خلال اللوم يقع على عاتق، أولا هناك توجيه من قبل وزارة التعليم العالي بفصل الدراسة المسائية عن الصباحية، ولكن عندما تأتين بمحاضرين من أين تصرفين لهم هذه المحاضرات؟ أو هذا أولا تعيين ماكو، صار سنتين التعليم العالي لم تخصص له موازنة. أنا أتمنى من السيدة النائبة أو من القادة السياسيين أن ينتبهوا إلى الموازنة التي قدمت في الآن في أروقة مجلس النواب. لا توجد تخصيص للبحث العلمي ولا يوجد تخصيص لدعم المختبرات، فقط الموازنة تشغيلية ورواتب. هل من الممكن أن نرتقي بالمستوى العلمي في العراق بهذه الموازنة التي لا تراعي مستوى التعليم العالي في العراق والارتقاء بالمستوى العلمي؟ يا سيدة العزيزة، اليوم التدخل السياسي في وزارة التعليم وغير وزارة التعليم من خلال فرض إيرادات والتوسعات، وهذا كله بالتأكيد سينعكس سلبا على عدد الخريجين. اليوم يجب أن تكون هناك حكومة وسياسة مبنية على أطر استراتيجية وخريطة وخطط استراتيجية ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط حتى نلبي متطلبات السوق. اليوم أنا إذا أريد قسم ما إلى متطلبات السوق، كما تفضلت السيدة العزيزة أنه هناك دراسات الآن عزوف على كلية اللغات، الدراسات الشرقية، الألماني والإسباني وغيرها من الاختصاصات، عزوف تام لا صباحي ولا مسائي. هذا دليل على أنه هذه الأقسام نتيجة عدم وجود انفتاح. قبل كان هذا الخريج يذهب إلى وزارة الخارجية، يذهب إلى القنصليات، يذهب إلى شركات السياحة، يذهب إلى البيت الثقافي الفرنسي، البيت الثقافي الألماني. اليوم هاي كلها ما موجودة بالعراق. أين يذهب اليوم؟ يذهب إلى الشارع ليتظاهر حتى يحصل على العمل والبطالة في ازدياد أيضا. بالتأكيد البطالة في ازدياد، وازدياد مستمر. اليوم إحنا قبلنا هذا العام في التعليم العالي الحكومي ما يقارب على 207 ألف طالب وطالبة، ذولا راح يتخرجون بعد 4 سنين. وين العمل؟ سنتحدث وين عن النسب دكتور عادل، وسنتحدث عن البطالة وما مصير المجهول لهؤلاء الشباب الخريجين. دكتورة إيناس، كلام خطير يتحدث به مدير إعلام أهم جامعة في بغداد، وهو يوجه الاتهام لكم بشكل كامل للأحزاب بعدم وجود التخطيط، وبكل ما يحصل هناك تدخل السياسة في التعليم. كيف تردين على ذلك؟ أول مرة صراحة أنت قولتيني ما لا أقول. لا أقول ما لا تقولينه، لك كامل الوقت لكي تشرحين فكرتك دكتورة إيناس. عزيزتي خليني بس، من طرحتي الفقرة قلت زيادة لا نسمح في زيادة فيما يخص الدراسة المسائية. أنا انطلقت من البطالة وواقع الحال الذي يحدث بالنسبة لحملة الشهادات العليا. هذا صحيح كان أن هناك عدم استيعاب بالنسبة لحملة الشهادات العليا في أن يكون تعشيق لهم في الدراسات المسائية، إن كان مسبقا أو حتى هسه حاليا نحن ندرك أن هناك توقف في كل هذه الأمور. لكن مسبقا سيد الفاضل، مسبقا لم تمنح الفرصة بالنسبة للمحاضرين. أنا لا أتحدث لك حاليا على 2020 أو 2021، أنا أتحدث لك عن سنوات بالماضي، يعني 2019 و2018 كان التدريس في نفسي في الدراسة الصباحية والدراسة المسائية. يعني المحاضر في الدراسة المسائية من الصبح إلى العصر ما يطول حتى الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة في بعض الأحيان، بعض التدريسين وفي بعض الاختصاصات. بكون يعني صريحين، أنت تطلب من عندي الصراحة والوضوح وأنا أعطيك هاي الوضوح، لا سيماني من نفس المؤسسة الأكاديمية، فأدرك جيد الكلام الذي أتحدث به. النتيجة المحاضر يعني يغطي الدراسة الصباحية ثم يكمل الدراسة المسائية، وهو نفسي ينطي دراسات عليا ونفسي نحتاج من عند البحث وهاي عدة الأمور، ويغطي كل
كل هذه الأمور. كان المفروض مسبقا يعني نسمح ونعطي المجال بالنسبة لحملة الشهادات العليا في الدراسات المسائية يعني يغطون محاضرة محاضرتين مادة مواد وهكذا، بحيث أما كان الأستاذ بالنسبة للدراسة الصباحية يكون إلى وقت كافي لأجل أن يعني يغطي البحث. يعني إحنا وزارتنا اسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فالمفروض جزء من مهامه يكون هو بحث أيضا وليس فقط دراسة صباحية ومسائية، وفي نفس الوقت يكون مساحة بالنسبة لأولادنا من حملة الشهادات العليا ويكون بها تعشيق. هذا الذي كان هو طرحي. أما تعقيبا على كلام سيد الدكتور يقول يعني يذكر به هنالك تدخل سياسي، فأنا أطلب من عنده إذا كان هنالك تدخل سياسي فيسميهم بالأسماء ويقول 1 2 3. لماذا تسمح وزارة التعليم العالي إذا كان هنالك تدخل سياسي أن يكون تدخل في رسم سياسة وزارة التعليم العالي في استراتيجية؟ إذا كان هناك تدخل فهذا اعتراف من قبلهم أنه أن الوزارة ما قاعد تشتغل، أن السياسة قاعد تشتغل بها، وهذا يعتبر يعني موضوع كلش خطير. يعني تعقيبا على كلامك دكتور الكريم. أما الجانب الأخير أيضا نحن نتحمل المسؤولية، ويمكن وأنا نحن نطالب أن يكون هناك جزء كبير من فيما يخص الموازنة الاتحادية أن يكون هناك تخفيض يدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما أن التخصيص جدا ضعيف هو نسبة 2% من مشروع موازنة الاتحادية. فنحن معك في الطرح الأخير أن يكون هناك اهتمام يشمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكل مفاصلها من الأستاذ الجامعي والبحث العلمي والطالب وأيضا البنى التحتية، لا سيما أن الدول تبنى من خلال مراكز العلم والعلماء، ونحن معك في هذه النقطة بالتحديد. نعم. نعم، سأنتقل بسؤالي لك دكتور فاضل. سمعت ما دار بين ضيفي الكريمين، هل هذا ممكن أن تتدخل الأحزاب حتى في هذا المجال الحساس؟ يعني أولا نحن الضيوف الثلاث يعني تحية لحضرتك وللضيفين الكريمين السيدة النائبة دكتورة إيناس والدكتور عادل، وأنا نحمل المبادئ الأكاديمية، لذلك هذا الموضوع ينبغي أن لا يكون في إطار المناكفات فيما بيننا، لأننا جميعا مسؤولين عن قضية التعليم العالي والبحث العلمي وتقديم الرؤى والأفكار والطروحات التي ممكن أن تقدم للدولة وصانع القرار الحكومي التنفيذي والسياسي بالعراق لانتشال الشباب. طبعا تقريبا كل سنة الخريجين من 180 أو 190 إلى 200 ألف خريج، وعلى مدى خلي ننطلق من 2003 إلى الآن ماكو تعيينات. يعني بالأمس دخلت إلى المرحلة الأولى في كلية الإعلام بالجامعة العراقية، واحد من الأسئلة المحرجة جدا إلي، وهذا ينبغي أن يوجه إلى المسؤولين في الدولة العراقية، وين تعيننا؟ شنو راح نتعين؟ أكو فرص؟ إحنا عندنا خيبة أمل من هذه الكليات. هذا بالنسبة إلي سؤال محبط جدا، برغم ما قدمت من رؤى وبعض الأفكار التي ممكن أن ترطب الأجواء وممكن أن أصنع التفاؤل لديهم، لكنه بكل حقيقة سؤال مر وإجابته صعبة علي. أنا أقول أنه كلاما يعني ما أريد أن أتقاطع مع السيدة النائبة، لأنه أنا أعرف هي دائما مع شريحة الأكاديميين فيما يتعلق ب، هي ليست قضية شخصية، يعني أعتقد العام أنه إحنا في كلية الإعلام قبلنا 28 تدريسي من حملة الماجستير تركوا الكثير من عندهم لأنه ماكو رواتب لهم، وبعدين حولناهم الدولة والجامعة حولتهم إلى عقود بموجب قرارات الوزارة إلى الجامعة إلى الكليات، وللآن ما عندهم ماكو ولا دينار يستلمون ما عدا المسائي، والمسائي طبعا إذا يريد ننطي 100 ألف. ماذا عن تدخل السياسة ماذا عن تدخل السياسة بالتعليم؟ التدخل السياسي تدخل الأحزاب التدخل نعم يعني شيء واحد أنا أذكره للسيدة النائبة. العام الماضي وزارة الخارجية طلبت التقديم إلى السلك الدبلوماسي،
وطلبت 120 درجة وقابلوا وطلعت أسماءهم ومن ضمنهم طلابنا ويعني شباب العراق طلعت أسماءهم. بالأخير التفت الأحزاب السياسية وأخذت كل هذه الأسماء وما طلع ولا واحد من ذول اللي طلعت أسماءهم. وأنا أمام وزارة الخارجية وأمام البرلمان أتحدث بهذه الجزئية ولا واحد طلع اسمه، مع أنه طلعت أسماءهم للمقابلة، ينتظرون المقابلة وبعدين تحولت إلى حصص القوى السياسية. وأيضا أعيد الأمر، يعني قائمة السفراء الأخيرة هذه القائمة دكتور فاضل حتى لا ندخل في واحد نقاش من الشعب. موضوع وزارة وزارة الخارجية ليس موضوع نقاشنا ولا يعني هذا ما نتحدث به. ماذا عن أمثلة واقعية في وزارة التعليم؟ أنت أكاديمي، هل تمتلك شهادات على تدخل الأحزاب في عملكم؟ يعني بصراحة أنا ما أريد أتهم الأحزاب فيما يتعلق بالتدخل، ولكن أنا أقول أنه ضغط البرلمان العراقي على وزارة التعليم العالي في كثير من عملها كان ضغط سلبي ومخرجاتها كانت سلبية، بدليل أنه فعلا التوسعة 3 مرات الآن. يعني أنا أنطي نموذج، لا أريد أن أكرر اسم الكلية مالتي وبدون ما أذكرها، جتنا قائمة جديدة 3 أقسام كل قسم 9 مقبولين من عندها يحالون إلى السنة المقبلة، وطبعا أكو وجبتين سبقتهم. التعليم العالي دائما عندما يكون في النوع وليس في الكم، عملية التعامل مع العقول في المستوى في التعليم العالي لازم يكون العدد قليل جدا حتى فعلا يشعر الطالب بأنه لوحدة أو عدد قليل جدا موجود. وهذه النوعية الرمزية التي تمثل أيقونة للآخرين، للأسف الآن أصبحنا نتعامل مع طلاب الماجستير والدكتوراه كأننا نتعامل مع وصلت الفكرة دكتور فاضل، وسنناقش ذلك أكثر ضمن سياق الحلقة. سأنتقل للترحيب بممثلة حملة الشهادات العليا رواء حمدي. أنت ممثلة عن حملة الشهادات العليا الذين خرجوا أمس وجددوا مطالبهم، تعرضتم للضرب وأزيلت خيامكم، تفضلي لك الوقت الكامل لتتحدثي عما جرى معكم. شكرا لك يا عزيزتي. طبعا بداية نعتذر عن رداءة الصوت بسبب ما حصل البارحة والبث المباشر اللي طلعت به، وأعتذر لأول مرة أني أتحدث بهذه الطريقة، واحتمال بدر مني بعض الكلام اللي يعني أغلب الناس ما متعودين عليه، لكن الموقف اللي صار البارحة أتحدى أكبر إنسان يقاوم وما ينهار أمام الموقف أو القمع الوحشي اللي تعرضوا له كل التجمعات اللي كانوا نازلين للشارع. أريد أوضح فقرة، أني يعني تجمعنا هو تجمع وطن، اللي نازلين كنا البارحة تجمعين، التجمع اللي أمام وزارة التعليم العالي وتجمع وطن اللي مقرهم بالعلاوي، و24 تجمع آخر من كافة الاختصاصات. نعم، ماذا حصل معكم رواء؟ حدثينا بتفاصيل قليلة يعني لا يعلم عنها الكثيرين. أغلب أبناء الشعب أو خلينا نقول المتابعين لقضية المعتصمين يعرفون أنه السيد الكاظمي التقى بأغلب المعتصمين، وإحنا من الناس التقينا بالسيد الكاظمي والرجل وعدنا أنه تكون لنا درجات على الموازنة، لكن للأسف انصدمنا أنه أغلب النواب وأخص بالذكر أعضاء اللجنة المالية بلغونا بأنه ما عندنا أي درجات بالموازنة، وهؤلاء المعتصمين من كافة الاختصاصات كلهم موعودين بأنه درجاتهم على الحذف والاستحداث، وبالوقت نفسه طبعا الحذف والاستحداث ما عليها أبدا بالموازنة، ما لها أي علاقة نهائيا. يعني هي درجات موجودة يعني نتجت عن قانون التقاعد اللي طلع 3 وجبات من المتقاعدين، وين راحت درجاتهم؟
شنو هالدرجات اللي هسه دا نسمع بيهن كلهم متعينين زادت عن ال 300,000 متعين؟ ما احنا العام الماضي بعد ما رشوا زملائنا بالماء الحار نزلنا للشارع، طبعا احنا سنة كاملة بالشارع ليومنا هذا، نزلنا وسلمنا قائمة تضم 5,000 حامل شهادة عليا مرفقة بوكالة لأحد المحامين بوقتها قدمناها. طيب ليش ما اعتمدتوا هذه القوائم اللي سلمناها لكم للأمانة العامة؟ ليش يعني هالدرجات ليش دا تتعين من دون علمنا؟ ما هم المعتصمين بالشارع مو أولى؟ وين وعد السيد الكاظمي لهم؟ وين وعود السادة الأحزاب اللي رؤساء الكتل لنا؟ بالبداية اتهمونا بأنه احنا تابعين للأحزاب، احنا نازلين للشارع نريد نخرب، نريد يعني اتهامات متعددة، أو يردون يأسسون كتلة ويدخلون للانتخابات، وأنا بالوقت نفسه ما أشوفه فد عيب. أنتم دا تطالبون بالتغيير، ولا من نجي نغير تجون تسقطون الفرد من عندنا من يغير؟ يعني مدى أفهم وين اللغز. فقررنا أنه نتجمع بمسير واحد يضم كل التجمعات اللي في بغداد، وننطلق بمسير نطلب يعني لقاء السيد الكاظمي حتى نوضح أو نستفهم من المعلومة اللي وصلتنا بأنه ما لنا درجات. للأسف مسيرنا ما قدرنا نكمله. تفاجأنا أنه بنص الطريق السادة المسؤولين عن القاطع الأمني يردون يوجهونا للتحرير. أنا ما أخفيكم بالبداية إحنا قلنا إذا السيد الكاظمي قال ما لكم درجات نرجع للتحرير ونرجع نطالب بحقوق هذا الشعب من خلال الساحة اللي ضمت كل أبناء الشعب. لكن بلحظتها من إجونا وقالوا إن مأمني لكم الطريق تتوجهون للتحرير لكن ما تتوجهون لبوابات الخضراء. هنا أثارنا الشك والريبة، ليش أنت تقدر توصلني للخضراء للتحرير وما تقدر توصلني لبوابة الخضراء؟ احنا نريد بس نقابل السيد الكاظمي، أنا وعدة أخوان عندنا تواصل بالمكتب واتصلت بيهم انزلوا لنا واحد منهم. بالبداية كنا مركزين نريد فقط لقاء مع السيد الكاظمي، هل يا ترى صحيح أنه المعتصمين ما لهم أي درجات بالموازنة؟ هل يا ترى درجات الحذف والاستحداث كلها ألغيت؟ نريد نتأكد من الشخص اللي وعدنا. لكن تفاجئنا انه ما حد جاوبنا. السادة الموجودين يعني يتصلون امامنا يتصلون بيهم، يا بخلي ينزل لهم واحد. احنا ما يعني ما كنا مقررين انه نقعد بهذا المكان وخلي نقول ونبات به مثل ما هم هسه مبيتهم بالعلاوي او بباقي التجمعات. كل ما في الأمر كنا مصرين أنه ما نتحرك من مكاننا إلى أن نلتقي بالسيد الكاظمي أو أحد أفراد مكتبه للتأكد من هذه المعلومة. نعم. أنت على الهواء رواء، ونتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت إلى الحكومة العراقية بما تريدونه أنتم كحملة شهادات عليا. سأنتقل لدكتورة إيناس. دكتورة إيناس، سمعت ما تحدثت به السيدة رواء وهي تتحدث بنبرة تعكس ما تعرضوا له يوم أمس من ضرب. أنتم كجهة تشريعية تمثل الشعب، هل ستتخذون أي خطوات لاستيعاب حملة الشهادات؟ وهناك من يقول أيضا أن اللجنة المالية هي التي تعرقل إدراج أسماء حملة الشهادات في التعيينات. نعم، طبعا بالبداية الحمد لله السلام على رواء، وإحنا نرفض أي اعتداء على أي مواطن عراقي، هذا مرفوض تماما من قبل الحكومة وأيضا السلطة التشريعية. بالنسبة لحملة الشهادات العليا كجانب مشرعي، تعلم سترة وأنه بالأصل لديهم قانون هو 59 هو تعيين حملة الشهادات العليا، وأيضا ليس فقط هم وإنما حتى الطلاب الأوائل، يعني الأوائل الثلاثة الأوائل الأقسام الإنسانية والعلمية قانون 67 سنة 2017. إذن كجانب تشريعي قوانين موجودة، وأيضا هناك لديهم تعليمات تتناول هذين يعني قانون 59 وايضا قانون 63. يعني لكن سنة 2019 وسنة 2020 ماكو موجوده موازنه اتحاديه،
ما كان بها تفعيل على جانب هما متفق بالسنوات السابقة ما كان بتفعيل هذا الموضوع تماماً، إن كان حملة الشهادات العليا أو حتى نتعين يعني ما رد نبتعد أيضاً يعني أولادنا هم طلاب الأوائل ليس لديهم كانت فرص في نفس الوقت، فحاولنا قدر الإمكان ولا نزال في حملة الشهادات العليا قانون 59 وأيضاً 63 تعيين الطلاب الأول ثلاثة الأقسام الإنسانية والعلمية أن يكون لهم تخصيص إضافي في مشروع موازنة اتحادية. ذكرت لك يمكن التخصيص المالي بالنسبة لوزارة التعليم العالي هو 2 بوينت من الموازنة الاتحادية، وهذا كلش تخصيص يعني محدود جدا، يعني لابد أن يكون هنالك زيادة في هذا التخصيص بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لكن الموضوع هو تحدد بوزارة المالية التي أمضت أكثر من قرار أن لا تكون هنالك فرص عمل، أن لا تحدد درجات وظيفية، وأيضا الموضوع حاليا داخل أروقة اللجنة المالية كلجنة التعليم العالي والنيابية أكثر من كتاب رسمي للجنة المالية، وأيضا إلى سيد الوزير وزير المالية يكون هناك دعم خاص بالنسبة لوزارة التعليم والبحث العلمي في شقين، وأيضا هنالك جانب هم جماعة العقود اللي حظ يمكن الدكتور ذكر هذا الموضوع المحاضرين وعقود قانون 315. لكن بالنهاية الموضوع لدى الحكومة التنفيذية هي وزارة المالية التي حددت الجانب المالي أو التخصيص المالي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونحن مع حملة الشهادات العليا يعني ذكرت لك أن ليس فقط العراق وإنما كل الدول المتقدمة تبنى من خلال العلم والعلماء، فلا بد أن يكون لديهم دعم، وحتى أنا طلاب الأوائل ندعمهم في بداية طريقهم لأن هذول هم يعتبرون مكملين للنهج في المستقبل. فنحن مع التعليم العالي، وبالنسبة لسيد الضيف ذكر هنالك خلاف أو مناقشة حادة، لا نحن ليس في نبحث عن حلول. نعم بالتأكيد قبل ما أكون نائب أنا بنت المؤسسة الأكاديمية. نعم نعم دائما نستضيف أصحاب الفكر والتعليم وأصحاب الاختصاص ليكون هناك نقاش والوصول إلى حلول، عوضا عن يعني ليس في صدد الوصول إلى مشاكل بل في صدد الوصول إلى حلول. نشكر دائما وجودك معنا عضو لجنة التعليم النيابية دكتور إيناس المقصوص، شكرا جزيلا لك. نكمل الحوار إذا دكتور عادل، هل تعتقد أن الحكومة قادرة على تخصيص لنقول درجات حركة الملاك الدراسات العليا وهذا كان جزءا من مطالبهم؟ دكتورة إيناس على هذا التوضيح وعلى هذا الدعم من قبل لجنة التربية والتعليم من قبل لجنة التعليم العالي. صراحة لنكون صريحين مع الجمهور ومع حملة الشهادات العليا، لا يمكن لوزارة التعليم العالي استيعاب هذا العدد الكبير، رغم صراحة توجه الوزارة كادرها وقيادتها بضرورة أن يكون هناك انفتاح على الشهادات العليا اللي في الجامعات الأهلية، وهناك عمل حثيث من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور. وماذا عن درجات الحذف والاستحداث دكتور، أين تذهب؟ هذا في جانب التعليم الأهلي لاستيعاب أكبر عدد، أما من ناحية التعيين الحكومي صراحة أولا الأزمة المالية كبيرة جدا، اثنين الشعب العراقي يعلم بأنه اليوم أكثر ما يزيد عن 8 مليون هم موظفين الدولة العراقية وذولا يأخذون رواتب، والدليل على ذلك الموازنة اليوم هي أكثرها رواتب تشغيل بس تشغيلية. من نجي هسه السيدة النائبة قالت بأنه يجب دعم التعليم العالي، الموازنة فقط رواتب، ليش؟ لأن عدد الموظفين من نجي نقارن عدد الموظفين قبل 2003 عدد الموظفين الآن 2020 نجد بأنه زيادة كبيرة جدا، اليوم أكثر من 8 مليون موظف. هذا الموضوع لا يمكن أن يحل لا بدرجات وظيفية ولا بدرجات الحذف والاستحذاف، لأن إيش قد نقدر نستوعب؟ رغم أنه قانون التقاعد الأخير اللي إحنا صراحة أذى التعليم العالي من خلال بعض الكليات، اليوم كليات الطب تعرفون بأنه إحنا نحتاج كوادر علمية متخصصة في الدراسات العليا، لازم بلقب أستاذ دكتور أستاذ مساعد أستاذ دكتور يلا يدرس دراسات عليا. الإشراف يجب أن يكون أستاذ مساعد أستاذ دكتور فضلا عن كليات الطب. اليوم هذا قانون التقاعد إجا زاح خبرات علمية كبيرة جدا وقعدتها بالبيت، هذا بالتأكيد أثر تأثير سلبي
كلنا نتمنى ووعدونا لجنة التعليم العالي بضرورة تعديل قانون التقاعد أن لا يشمل التخصصات العلمية النادرة اللي الآن كثير من الأقسام العلمية انسدت وعلقت فيها الدراسة نتيجة لتقاعد هؤلاء. هذا الموضوع لا يمكن أن يحل بالدرجات العوضة إلا بوضع خطة اقتصادية شاملة لتشجيع القطاع الخاص. اليوم عندنا مشكلة بالقطاع الخاص، لو موجود قطاع خاص والصناعة الوطنية تشتغل صدقيني. نعم وصلت الفكرة دكتور عادل. سواء دراسات عليا ودراسات أولية. نعم وصلت الفكرة. سنشرك نعتذر لضيق الوقت دكتور عادل، لكن علينا أيضا أن نشرك رواء سمعتي ما قاله دكتور عادل، كيف تعلقين على كلام رئيس إعلام جامعة بغداد أن الأمل ضعيف في استيعاب حملة شهادات العليا في ظل الأزمة المالية الخانقة، هل لديكم حلول بديلة؟ نعم عزيزتي، طبعا فقرة مهمة أشار لها الدكتور. حملة الشهادات العليا أكو معلومة يعني مغلوطة دا يوصلوها للشارع أو للوزراء أو للسيد رئيس الوزراء أنهم فقط يعني يطالبون بالتعيين بوزارة التعليم. يعني لدينا كافة الاختصاصات ووزارات متعددة، اختصاصات العلوم يتم توجيهها على وزارة الصحة، اختصاصات الزراعة لوزارة الزراعة وهكذا. لدينا عقود في تجمعاتنا أو في هي يعني تابعة لوزارة التعليم العالي يتم تثبيتهم على درجات الحذف والاستحداث. نجي للفقرة أو الحلول، القطاع الخاص أو الكليات الأهلية. أنا من الناس، اضمني لي حقي أنه ما أداوم 3 أشهر وراها يلغي عقدي المستثمر أو عميد الكلية أو رئيس القسم بسبب أنهم ما تعاونت وياه، ما نجح الطالب، شذوا وياك سين من الأساتذة. وأني هسه أتوجه مع تجمعي كلهم على الكليات الأهلية، لكن للأسف إحنا ما عندنا ضمان. للعلم عندنا قانون مثل ما أشارت الدكتورة شاكرة فضلها وفضل تعاونها، طبعا هي من النواب اللي يشار لهم بالبنان، يعني هي ملمة بهذه القضية ومتابعة حملة الشهادات العليا. أحب أوجه لها شكري وامتناني عن لسان كافة حملة الشهادات العليا. عندنا قانونين، هذا القانونين لو تم تطبيقه ما كان وصلنا لأمنا. هذا قانون 59 اللي نص بتعيين حملة الشهادات العليا بنسبة 30% بوزارة التعليم العالي و 15% في كافة الوزارات. هذا تحدثنا عنه بما فيه الكفاية. نجي للقطاع الخاص اللي هو قانون، عندنا قانون 25. هذا القانون يضمن حق الموظف بالقطاع الخاص حاله حال الحكومي، راتبه شقد بالحكومي يستلم هالقد بالكليات الأهلية وهكذا من يطلع للتقاعد عنده شيء ضمان. لكن الآن يحدثنا الأستاذ عن الكليات الأهلية، الوزير طبعا هو متفضل وجه كتاب بتعيين حملة الشهادات العليا بالكليات الأهلية. طيب أنت ضمن لي حق هؤلاء وكل حملة الشهادات العليا يتوجهون. وما ننسى أيضا حقوق باقي المعتصمين. احنا خلي لا نطلع عن موضوع الحلقة أنه نعم. الاعتداء اللي تم على المعتصمين كافة الاختصاصات بالعلاوي. نرجع لوعد السيد الكاظمي، انت نزلت بنفسك وبلسانك نطقتها انه وعد كلكم احل لكم قضاياكم. طيب مو طرحنا عن عده حلول، وزعونا على الوزارات، انطونا اوامرنا ونرجع لبيوتنا. والحين ما يتحسن الوضع المالي للبلد اصرفونا الرواتب سواء باثر رجعي او شدونا الرواتب من اول يوم، كلها ترضى وكلها ترجع لبيوتها. ماكو معتصم نزل للشارع يريد يخرب منظر بغداد، ماكو معتصم نزل للشارع يريد يبقى بالشارع ويهين نفسه هو، تعب على شهادته سواء من المعاهد او البكالوريوس او حملة الشهادات العليا. كلهم نازلين يطالبون بحقوقهم المشروعة سواء بالقطاع الخاص على الكليات الأهلية حصرا و الكليات الحكومية وباقي الوزارات، لأن احنا القطاع الخاص مهمل نهائيا، ما عندنا شركات، ما عندنا استثمار. نعم هذا أصلا رواء كاملة. كلمة أخيرة توجهينها إلى الحكومة العراقية. بالعراقي البارحة نزلوا 24 تجمع ضيوف ببابك يا رئيس الوزراء، كانوا متأملين تطلع لهم أو هم يصعدوا لك الممثلين
تواصلنا مع عدة جهات. إن كنت ما عندك علم فهذه مصيبة، وإن كان لك علم بأنه إحنا دا نطلب لقائك وما تخصص لنا وقت فهذه طامة كبرى. احتوي هؤلاء اللي كانوا لليوم ليوم أمس داعميك. يعني طبعا البارحة كنت كلش يعني منفعلة، ووحدة من يعني البث المباشر اللي سويتها لآخر يوم إحنا بوستراتنا كلها بها صور السيد الكاظمي وكلنا ندعم، لأنه هو يعني خليه هيك نحكيها، هو أجا من جراء يعني نتيجة المظاهرات اللي صارت. زين نسيت عبد المهدي شلون راح، والرجل رش حملة الشهادات العليا بالماء، ما سوى مثلك. قاعدين نهتف باسم الوطن وباسم العراق، ما نشوف إلا هجوم علينا. هسه أنا من الناس أشهد أكو بعض من السادة الموجودين الأمنيين، خلينا نقول الموجودين، ما قبلوا وما رضوا على اللي صار، لكن الطريقة اللي تم قمع بها كل المعتصمين يعني شفلات يشيلون الخيم ويسرقون الموبايلات، طبعا الموبايلات انسرقت، اللابتوبات انسرقت، مصادر عندنا طلاب دكتوراه قاعد بالخيمه ويكتب مصادره مرابطه ما يقدر ينزل. وصلت الفكره رواء، نتمنى يعني ان يكون صوتك قد وصل للحكومه العراقيه وتحديدا لرئيس الوزراء السيد الكاظمي. سانتقل بسؤال الاخير لك دكتور فاضل، هل تعتقد ان ازمه التعيينات والبطاله هي ازمه سوء اداره ام انها ازمه قله موارد ومال؟ لا، هي بالتأكيد سوء إدارة لإدارة البلد، لأن البلد يعني يتراكم فيه الملفات، تتراكم سنة بعد سنة، والأزمات دائما ما تنتقل إلى أن تكون أزمات سياسية أمنية حتى تغيب الأداء في الجانب التنموي والاقتصادي. ومسألة حقوق المواطن، مسألة بناء المؤسسات، فلسفة الموازنة في كل سنة هي عملية مراجعة لإدارة الدولة لكل مرافق الحياة وإدارة المجتمع، هذه غايبة سوى المناكفات التي تحصل الآن في الموازنة على قضية انطيني لهذا المكون وذاك المكون، انطيني لهذه المحافظة وتلك المحافظة، انطيني للمحافظات الأخرى. هذه قضية أصبحت للأسف أبعدت الدولة عن فلسفة إدارتها بالشكل الرشيد. إدارة الدولة ينبغي أن تكون إدارة رشيدة. أما نختزل الموضوع عن تعيين ثلاث أوائل على الكليات، أولا مو ثلاث أوائل، يتعين الأول فقط على كل كلية، وهذه طبعا طامة كبرى، بمعنى أنه 200,000 طالب يتخرجون يتعينون من عندهم تقريبا على عدد مؤسسات التعليم العالي في البلد اللي هي تقريبا 39 جامعة، 39 واحد يعني مو أكثر، حتى لو يتعينون ضعفهم، هل هذا يشكل يعني فد رقم؟ وصلت الفكرة دكتور فاضل، نعتذر لضيق الوقت. طيب الباقين وين يروحون؟ نعم نعتذر لضيق الوقت، الحديث عن هذا يطول، نحن في الدقيقة الأخيرة من البرنامج. شكرا جزيلا لك أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية دكتور فاضل البدراني، كما نشكر أيضا مدير إعلام جامعة بغداد دكتور عادل الغريري، والشكر أيضا لممثلة حملة الشهادات العليا رواء حمدي. نهاية منشأة أحمر، دمتم بأمان الله.